هاي بول، هاي كمال، كيفك اليوم؟ منيح كثير منيح. شو هيك شكلك مرتاح رايق؟ كثير شيء منيح يعني. اليوم حلو والشمس برا كثير حلو هيك. اعصابك كيف؟ كمان روق. ايه روق كثير كثير منيح. ركز اليوم لانه في عنا درس كثير مهم بدنا نتعلمه. واو. اكيد نحن وكل اصحابنا بدنا ننتبه شو عم نتعلم، شو القصه الجديده والموضوع الجديد مع اصحابنا جويس وجوي وكياننا. في عنا مثل العاده ثلاث احتمالات يلي هن أو موت إليعازر صديقه ليسوع، أو إبراهيم لما كان عم ينتظر الله ليحقق وعده، أو قصة زكى العشار يلي تغير لما تقابل مع يسوع. بتعرفون هالقصص يا بول؟ كلهم كلهم بعرفهم، قصص كتير حلوين، لكن ركزوا كتير منيح معنا واتصلوا فينا على أرقام الواتساب وتابعونا وعملوا لنا لايك على الفيسبوك. وأكيد بآخر الحلقة رح يكون في معنا رابح جديد اليوم مثل كل مرة. مفقود. ويلا هلا وين صاروا أصحابنا؟ صاروا واصلين. قصة وحسورة بكل حلقة جديدة حتى نتعلم أكتر عن يسوع. مع بعض منتلاقى بأوقات سعيدة تنلعب ونرنم ونرفع علم يسوع. جوي بسرعة تع هلا 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 بدك تجي. شو انطر؟ اكيد لا جوي، ما عندي وقت انا انطر ابدا. بسرعة جوي بدي روح على سبور، جيب لي الشنطة بسرعة. الو ايه يا كيانا؟ لك يا كيانا شو بك يا عمي؟ انا هلا بالباند عم نعمل براكتس تنشي، ما فيها هلا اجي لعندك هالقد بسرعة. ومش بس هيك، انت عندك شنطتين فيك تنقي هلا شنطة، وبعدين لما انا ارجع اجي اشوفك برجع بجيب لك الشنطة اللي اخذها منك. جوي وإذا عندي شنطة تانية مش عارفة إياها أختار، بسرعة بدك تجيب لي الشنطة. خلص جوي باي، ناطرتك باي. واحد زهر أبيض و... أي واحد، أي واحد بدي أحط بكرة؟ يي في واحد ناقص. أنا قلت لها لجوي من ست ساعات إنه تجيب لي إياه. هاي جويس. جويس ما تقولي لي بعد ما مشيتي، أنا قلت لك إنه أنت تمشي وتجيبي لي الفيرني. جويس ما حانطر ولا عشر دقايق، بدك تجيبي لي هلا الفيرني. باي. شو ما بحب أنطر، هالشي كتير بيزعجني، بحب بس أطلب شغلة دغري تجي. كيانا. بونجور. شو بك يا عمي؟ قطشتي الباند براكتس وجيت راكد بس كرمال هالشنطة، وعندك وحدة تانية كمان؟ اخ شو بك؟ مش معقول يعني هيك قطشتينا عن درسي، ما كان فيك تنطري شوي؟ جويس ما... مهم اجا خلص. ما عندك كثير الوان منه؟ ليكي كم واحد عندك نفسه؟ جويس خلص انا ما عندي وقت. ثانك يو، ثانكس جايز، انا هلا رايحه اعمل شوبينج قبل اسبوع. هي 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 رايحه شو؟ ما سمعت شو تعملي؟ رايحه اعمل شوبينج قبل اسبوع. مع اساس رايحه تعمل سبور ودوختينا وعجقتينا وفركشتينا كرمال نجي نجيب لك الغراض. قلتي لي بدك الفرنيه؟ افتكرت في شيء كثير ضروري، اجيت راكد من البيت قطشتي لي درسي. نو نو فهمتوني غلط، هلا انا رايحه شوبينج بعدين بدي اروح على سبور. يلا باي. احتمالات حزورتنا لليوم هن: موت إليعازر صديق يسوع، ابراهيم ينتظر الله ليحقق وعده، او زكى العشار الذي تغير لما قابل يسوع. ناطرين اتصالاتكن يا أصحابي وأجوبتكن من خلال الاتصال على الواتساب على الرقم 00961715868114، أو عبر الاتصال على الرقم 00961453134.
ناطرين أجوبتكم يا أصحابي حتى تحصلوا على هدية قيمة بآخر الحلقة. سلام على المسيح فرح محبة سلام على المسيح نايس عرفت انا وقتها شو بقول هيا تعالوا الى المسيح هيا تعالوا الى المسيح هيا تعالوا الى المسيح تعالوا اليه هيا تعالوا الى المسيح هيا تعالوا الى المسيح هيا تعالوا الى المسيح تعالوا اليه ما حدا عم بيفهمنا يا عم اذا نهاري البشع ليه عم تنقي وتبشعلها نهارنا بلا عم تحكي لحالها كيانا شوفي هلا شو صاير بلا ما تحكن هلا انا كتير معصبه ما حدا يحكينا ليه ماما وعدتنا امبارح انه هي بدها تعمل لي كيك وانا كان كتير عبالي بس ما عملت لي ايه بس بدك تروقي شوي كيانا شو هالمصيبه يعني بتكون عم بتدرس اختك الصغيره وما عندها وقت وإذا جويس هي خلص الساعة 8 بالليل وكان فيها تنزل تجيب لي الأغراض وتعمل لي كيك يا كيانا شو مفكرة العالم حواليك ما كان يعني بكبسة زر بدي كيف بصير كيانا مشاكل حياة بيكون أمك جد عليها شيء مهم ما قدرت بركة تعمل لك الكيك مش حاسة حالك عم تظلم الناس اللي حولك ما قلتي له لجوي يقطش الباند براكتس بس تجيب لك الشنطة إنه عم تظلم الناس اللي حولك ومش بس هيك يا كيانا كمان جويس كان عندها درس كتير كتير مهم واجت بس تجيب لك الفيرنيل اللي انت كان عندك اصلا منه واحد تاني نفس اللون مش مزبوط هيك يا كيانا لازم دايما نكون عم نصبر بالحياه ونكون عم ننطر للاشياء اللي بدها تجينا لان مش كل شيء بالحياه بيكون هين مزبوط عن جد جويس عم تحكي مزبوط كيانا بتتذكر من كم احد لورا لما جويس زرعت شجره زيتون على عيد الشانينه ذكرى ولا لا؟ سقيناها واهتمينا فيها بس بعد يعني بدنا ننطر كتير لنكون عم نستفيد منها صح هلا اذا بتروحي بتشوفيها قد ايه كبرت انجا كبرت بركة حتى ما تقدري تلاحظي قد ايه كبرت بس نحن بنعرف انه هذا الاهتمام اللي عم نعطيه لهيدي الشجره من خلال انه عم نسقيها وعم نهتم انه دائما الشمس تجي عليها هذا الاهتمام هو الاهتمام المزبوط كرمال هي بعدين تكبر وتعطينا زيتون مش هيك من نام ممنوع ونلاقي في عنا زيتون على الشجرة بدنا نتعلم ننطر ما كان حق سوري جايز بدي اعتذر منكم انا لو كنت محلكم وحدا جبرني اعمل شيء كنت كتير رح ازعل سوري تعرف يا انا قعد حدنا نحن بس حابين نقول لك انه انت صديقتنا ومزبوط نحن زعلنا منك بس نرجع منسامحك واهم شيء نكون تعلمنا من غلطنا ومرت الجاي شو رح نتعلم نعمل؟ ننطر، صح ولا لا؟ جريت مرات لازم ننطر مش
المشكل شي بيجي بسرعة، والشجرة حتى تكبر بدها عدة سنين، والنطرة بتعلمنا كيف دايما لازم نصبر، هي كنا ننضج ونعرف امتى الشي نطين. ايو 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 مش كل شي عالسريع. حزورتنا لليوم هن: موت إليعازر صديق يسوع، إبراهيم ينتظر الله ليحقق وعده، أو زكى العشار الذي تغير لما قابل يسوع. ناطرين اتصالاتكم يا أصحابي وأجوبتكم من خلال الاتصال على الواتساب على الرقم 00961715688114، أو عبر الاتصال على الرقم 00961453134. ناطرين أجوبتكم يا أصحابي حتى تحصلوا على هدية قيمة بآخر الحلقة. قصة وحزورة. رجعنا معكم يا أصدقائنا بحلقة جديدة، ونحن حابين نرحب فيكم لكل أصحابنا اللي عم بيشاهدونا بهذا الوقت. ما تنسوا نحن ناطرين اتصالاتكم على الواتساب كرمال نكون عم نحكي سوا، وأكيد كرمال نكون عم نحزر القصة المضبوطة تبع حلقتنا لليوم. ومعنا أول اتصال، يلا يا كيانا معك. هاي، مين معنا؟ هاي، أنا مريم من مصر. هاي مريم، كيفك؟ نحن كتير اشتقنا لك واشتقنا نسمع صوتك. شو رأيك بالموضوع اللي عم نحكيه؟ كويس. بدي أسألك سؤال، في شي مرة أنت طلبت شي من الله وشو كان موقفك؟ لو طول هيدا الشي كنت بتزعلي وبتنقى ولا بتنطري؟ حلو، يعني صديقتنا مريم دائما هيك بتنطر مواعيد الرب، واذا في شيء الرب عم بتصلي له كرمال يعطيها اياه، هي جاهزه انه تنطر وتصبر وتامن انه الرب رح يحقق لها هذا الشيء. كثير كثير حلو يا مريم، وحلو انه كلنا نكون عم نتعلم هذا الشيء ونعيش بهذه الطريقه. حابين نسالك، عندك فكره شو الجواب الصحيح لحلقتنا لليوم؟ الاجابه الثانيه. اوكي، رح نسجل لك جوابك، ونحن كتير نشكرك على اتصالك. ممكن انت تكون الرابحة معنا لليوم، يعني ضلي كان بتتابعينا. Thank you يا مريم. Bye. يا اصدقائي، هلا خلينا نروح بريك صغير وبنرجع معكم، ناطرين اتصالاتكم. قصة وحزورة. بول المرسل الصغير، سأحكي لك قصة من الكتاب المقدس منذ زمن بعيد عن شخص يدعى دانيال. دانيال؟ هذا هو اسمي أنا أيضا. فلتأتوا إلي بدانيال، ذلوهم بأثقال كثيرة جدا حتى لا يفكروا أبدا في الحرب ضدنا. في الحقيقة أود أن أتحدث إليك عن يسوع. انظروا ماذا سأفعل به. سنكون أقوياء، فهذا البرج سيصل إلى السماء وسنكون مثل الله. لقد تم استبعاد فريقنا من البطولة الرياضية. سأحكي لكم قصة يا أصحاب. أخبريني، من الذي فعل ذلك؟ إنه هامان الشرير. إنك تذكرني بموسى. موسى؟ اثبت أنك إله بني إسرائيل، أرسل نارك.
اقطع الطفل إلى نصفين بالسيف. يا ليت استجابة الرب لا تأتي بعد 6 أعوام لنخرج من هنا. هنا هنا لا تهرب. هل سأضيع وقتي الثمين في هذا الاجتماع الممل؟ أبسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. صديقتك هذه غريبة بعض الشيء، إنها تحاول أن تتجنبني. صار ما في بوشث أعرج كل أيام حياته. إنها تشبه قصتي. أنا 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 أنا. الرب هو إيل شدار الذي يملأ كل احتياج. حقا؟ إنه نخب الآلهة. بعرفنا على الحياة اليومية والصحية يلي منعيشها بالمزرعة. إذا عبالكن أنتو كمان تتعرفوا على هالحياة الصحية، تابعونا ببرنامجكن المفضل فان فارم على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. كل ده عشان تعمل حتة لعبة؟ أنا هدمر الكتاب المقدس يا بروفيسور. كانوا هياخدوك مني يا سيتي. نورا، أنا مش ساحر وكمان أنا مش شيطان، أنا جيت هنا أنشر كلمة الله المحب. طيب نقول إنها غلطتي أنا عشان تبطلوا خناق يعني؟ بجد دلوقتي جوه بطن الحوت؟ قصة وحزورة. يا كيانا بدنا نقول لك شغله صراحه، انا وجويس نحن شوي هيك ضايقنا منك، كيف انت قلتي لنا نجي كثير كثير بسرعه لعندك، ويعني بصراحه ما حسينا كان كثير مزبوط اللي عملتيه. انا تعلمت جوي انه لازم اصبر لما اطلب شغله، مش انه مش كل شيء دائما بسرعه بيجي. بتعرفي يا كيانا عن جد يعني بالحياه ما فينا هيك نعمل، بدرسنا بمدرستنا مع اصحابنا مع اهلنا، حتى اذا بدنا نطلب كل شيء ودغري دغري يجي، في بارت الصبر كتير كتير مهم. هو بعلمنا كيف فعلا انه بهذا الوقت اللي نحن عم ننطر فيه نتعلم كتير اشياء. مثلا في قلك شغلة، انت وناطرة امك بركة تعمل لك كيك، ما كان فيك مثلا تفوت تساعديها تنظف في المطبخ او تحضر، صح ولا لا؟ اذا عملت هيك مش ممكن تعمل لك الكيك، مش هيك يا جويس؟ مزبوط، ما بتجرح اعمل هيك. ومن بعد ما تعمل هيك شو بتعملي؟ بتدقي لنا بتقولي لنا الو عاملين كيك كتير طيب تعالوا كلنا. يلا يا جويس معنا اتصال واتساب، خدي. الو مين معنا؟ الو مين معنا؟ كريستينا. هاي كريستينا، من وين عم تحكينا؟ مصر. قد ايه عمرك؟ 12 سنة. اوكي كريستينا، عندي سؤال بدي اسألك اياه، في شي مرة اهلك وعدوك بشي واخذ وقت يعني لا يعملوا لك اياه، نطرتيهم او بلشت تنقي على راسهم بدي اياه وبدي اياه؟ تنقي يا كريستينا يعني بتتزمري. كنت بتتزمري عليهم عشان يعملوا لك الحاجه دي بسرعه؟ انتظرتهم طبعا. انتظرتيهم؟ طب لو هما مثلا ما عملوهاش كنت هتزعلي قوي؟ لا. برافو، كنت اكيد فهمت انه كان انه صار عندهم ظرف خاص وممكن ما قدروا كانوا يعملوا، صح ولا لا؟ كثير حلو. طيب كريستينا بتحب تكون عم تجاوبين على السؤال الصحيح، سوري القصه المضبوطه لحلقتنا لليوم؟ اه
شو رايك اي احتمال هو؟ اول ثاني او ثالث؟ فيك يا كينات، فيك يا كينات ترجع تذكريها بالاحتمالات؟ اكيد، او موت اليعازر صديق يسوع، او ابراهيم يلي كان عم ينطر الله ليحقق له وعده، او زكى العشار يلي تغير لما قابل يسوع. شو قولك؟ الثاني ابراهيم. الثاني الاحتمال الثاني. شكرا يا كريستينا على اتصالك، نحن سجل جوابك عنا، ممكن انت تكون الرابحه. نحن كثير انبسطنا انه حكينا معك. باي باي باي. شو رايك نحكي شوي بالاحتمالات هيك؟ شو اول احتمال معنا يا كيانا؟ موت اليعازر صديق يسوع. طيب وشو هي القصه؟ فيك هيك تخبرينا اياها على السريع؟ فيك انت تخبرنا اياها؟ اكيد انا فيي خبرك اياها. هي لما يسوع كان عنده اصدقاء اللي هن لعازر واخواته مريم ومارتا، ف يسوع بيعرف انه لعازر توفى، فيسوع شو بيعمل؟ مش دغري بروح لعندهم، بينطر 4 ايام تيوصل لعند اهله لعازر، وبيتفاجئ بانهم دفنوه وحطوه بالقبر. فيسوع بتعرفوا شو عمل؟ بكل سلطان وبكل طريقة حلوة وبكل شجاعة وقف قدام القبر. شو قال له؟ قال له لعازر هلما خارجا، وطلع لعازر من القبر. ومن بعد ما يعني الشخص ما بعد ما يموت حتى بأربعة أيام بأنتن جسمه، عن جد ببطل فيه مثل شكل لجسمه، بس لعازر طلع طيب ما بو شي، طلع من القبر. فهيدا أول احتمال. قبل ما نحكي بقية الاحتمالات تعالوا ناخد اتصال. يلا يا كيانا معك. هاي الاحتمال الثاني على طول. طيب عايزين نعرف اسمك. بشوي ناصر من بشوي ناصر من مصر. عندك كم سنة؟ 12. طيب بشوي انا عايز اسألك سؤال. لو انت في المدرسة توعدت انه مثلا تلعب مع اصحابك شي لعبة، اوكي؟ بس هن فضلوا يأجلوا ويقولوا لك لا بعدين او مش اليوم وخلص نهار تاني، انت ممكن تزعل او لا؟ لا. ليه؟ لان هالقد بتحبون تعذرهم. برافو يا بشوي. طيب نحن يا بشوي كتير انبسطنا انه حكينا معك، خليك عم تطلنا بركي انت تكون الرابح معنا بهيدي الحلقة. باي باي. وهلأ يا جوي عنا اتصال على الهواء، منقول ألو. يلا. هاي مين معنا؟ أنا يوأنا. هاي يوأنا، من وين عم تحكينا؟ من مصر. من مصر. شو رأيك جوي أنت تحكي معه؟ يلا. هاي يوأنا كيفك؟ أنا كويس. عندك كم سنة؟ 9 سنين. 9 سنين. يوأنا شو مواهبك؟ شو بتحب تعمل أكتر شيء لما يكون عندك وقت فراغ؟ ساعات بحب ألعب، ساعات أصلي. واو شو حلو، ساعات بتحب تلعب وساعات بتحب تصلي، كثير كثير حلو. يا انا بتحب تساليها شيء يا جويس؟ انا حابه اسالها سؤال. يلا يا كيانا. يا يوانا انت شخص صبور، يعني اذا كان عندك مشكله بتنطر اذا بدك شغله، ولا دغري هيك بتعصبي؟ يعني ساعات هو ساعات كده وساعات كده، يعني ساعات برن وساعات لا. إذا أهلك قالوا لك بدي أجيب لك مثلاً دفتر جديد أو طابة جديدة، شي لعبة مثلاً، شي لعبة، بتنطريهم ليجيبوا لك، ولا بتقولي لهم بدي هلأ بدي هلأ؟ لا ببطر. حلو بتنطر. حلو، أصحابنا كلهم عندهم هيدا الصفة الحلوة اللي هي الصبر. طيب وشو يا أنا إيه الجواب الصحيح للحلقة النهاردة؟ رقم 2. أوكي. شكراً على اتصالك وشكراً على جوابك، خليك عم تبعينا برك أنت تربح معنا. ماشي. وأختي عم تكلمكم. إيه طبعاً. يلا يا جويس احكي مع أختك. ألو. ألو. مين معنا؟ أختك. أنا تربينا كيف سعدين. فيك ممكن تعيد الاسم؟ عرفنا الاسم مظبوط. تلفينا كيس عزيز. تلفينا مظبوط هيك الاسم؟ تلفينا كيس عزيز. اوكي. نحن كثير مبسوطين انه عم نحكي معك. قد ايه عمري؟ 9 سنين. 5 سنين ونص. اوكي. هي اختها الصغيره ليوانا. شو مهضومين؟ بتحبي اختك الكبيره؟ اه. قد ايه هالقد؟
هالقد 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 بتحبيها كتير كتير؟ اه برافو عليك. انت كمان مثل اختك بتحب اللعب وبتحب تصلي؟ اه. وانت شخص صبور ولا دغري بتعصب اذا ما اجاك الشيء بسرعة؟ راح الاتصال يا اصحابنا، مش مشكلة، كنا حابين نضلنا عم نحكي معكم. اذا بتحبي يا يوانا بعتي لنا جواب اختك على الواتساب ونحن بنسجل عنها كمان. ومعنا كمان اتصال على الواتساب، يلا يا كيانا. هاي مين معنا؟ الو؟ هاي مين معنا؟ معكم جيسون. جيسون كيفك جيسون؟ نحن كتير اشتقنا. يا اهلا فيك يا جيسون، يا اهلا يا اهلا يا ميت اهلا وسهلا فيك يا جيسون. كيفك؟ شكرا. كيفك جيسون منيح؟ جاهز تعرف شو هو الجواب الصحيح لليوم؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني. نحن كثير انبسطنا باتصالك وبدي اسالك سؤال. شكرا. بدك انا اساله؟ اوكي. في مره اهلك وعدوك بشيء يا جيسون وهيك شوي تاخروا ليعملوا لك اياه، هل انت نطرتهم او ضليت تنق على راسهم؟ يعني تتذمر عليهم؟ الصراحة أحيانا مش بتذمر وأحيانا بتذمر. حلو، مثل صديقنا كريستينا، ساعات كده وساعات كده. برافو يا جيسون، بفتكر أنا كمان هيك مثلك، ساعات بنتظر وساعات خلص مو واقف فيه. ما هذا ما كان جيسون. بس نحن كتير مبسوطين باتصالك وننترك بآخر حلقة بركي أنت تكون الرابح معنا، أوكي؟ باي باي. مهضوم صديقنا جيسون، عم تصل فينا تقريبا كل حلقة. يلا اتصال تاني معك يا جويس. الو مين معنا؟ الو مين معنا؟ جوليا. هاي جوليا، قد ايه عمرك؟ 11 سنة. اوكي، عم تحكينا من مصر؟ هاي جوليا عم تسمعينا؟ هاي. انت اختها لكريستينا يا جوليا؟ لا لا. اه صح، غير يوانا. يوانا عندك اخوه؟ لا كمان. طيب سوري مغلبتين، فكرنا غير، بس احنا كثير مبسوطين انه عم نحكي معك. انا حابب اسالك سؤال. في شي مرة صار معك موقف وكنت ناطرة شي تكون مثلا حدا وعدك بشي وطريت تكون كتير 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 صبورة وتنطرة بس بالاخر هذا الشي صار وانت انبسطت؟ صار معك هيك شي موقف شي مرة؟ مرة. طيب وقدي فرحت من بعد فترة الانتظار هيدا اللي كنت ناطرة فيها؟ زعلت شوية بس من بعد ما صار معك شغلة كتير فرحتها أكيد، مش هيك؟ حلو. طيب بتحب تجاوبينا على الجواب الصحيح للحلقة اليوم؟ أنت حزينة اليوم؟ نحنا كتير منحبك وما منحب إنه تكوني حزينة. نحنا كتير منحبك. لا، احتمال التاني. احتمال التاني. نحنا كتير انبسطنا رجعنا سمعنا صوتك، وخليك دايما مبسوطين وتذكر إنه نحنا كتير منحبك. باي. طيب شو رايكم هلا نروح ونشوف اصحابنا شو رايهم بالموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم بحلقتنا؟ خلينا نروح نحضر سوا، شو رايك؟ لما اهلكم يوعدوكم يعطوكم شيء طلبتوه، شو بتعملوا؟ بتصبروا وبتوثقوا انه رح تحصلوا عليه او بتلحوا عليهم حتى ينفذوه بسرعه؟ بصير نق عليهم لو دغري ياخذوا. بنطر اهلي. بنق عليهم بنفس اللحظه. بنطرهم تيجيبوا. اثنيناتهم. بدنا نق تا دغري ياخذوا. بدي انطرهم، جيبوا شو بدي اياه. بنطرهم لحتى هن يجيبوه وما بنق عليهم. بنق بدي اياه دغري. بنطرهم تيجيبوا لي. بنطرهم. لا بنق عليهم باسرع وقت كرمال يجيبوا لي اياه.
من بعد ما سمعنا لأصحابنا معنا اتصال على الواتساب ويلا يا جويس خدي انت. ألو مين معنا؟ أنا. مين أنت؟ يانا. هاي إيميليانا كيفك؟ منيحة. قد إيه عمرك؟ 8. طب إيميليانا في شي مرة طلبت شي من يسوع؟ لا. أنت ما طلبت يكون عندك أخت وهلأ صار عندك أخت؟ آه شكلك بتعرفيها يا جويس. بعرف؟ إيميليانا صديقتك؟ إيه نحن منشوفها دايما بالكنيسة وكتير بحبها. أوكي شو حلو، نحن كتير مبسوطين وعم نحكي معك يا إيميليانا. و عم تقلك جويس أنت مش طلبت أخت؟ عندها أخت؟ ايه عندها. وعندها أخت، شو اسمها أختها؟ كتير مهضومة. يوانا. مثل صديقتنا اللي اتصلت فينا اللي اسمها يوانا، وأنا أختها اسمها جوانا كمان. وأنا كيانا. يا إيميليانا نحن كتير مبسوطين عم نحكي معك، بتحبي تحزري شو هو الجواب الصحيح بحلقتنا اليوم؟ احتمال الأول، الثاني أو الثالث؟ الثاني. اوكي منشوف اذا جوابك صحيح باخر الحلقه، ضلك عم بتتابعينا لنشوف اذا هو هيدا الجواب الصحيح يمكن تربحي معنا. إيميليانا عندك اخوه غير يوانا؟ مين عندك اخوه؟ خي. عندك خي شو اسمه؟ فينا نحكي معه؟ ايه هو اسمه إلي. يلا هات نحكي مع إلي. انا احب احكي معه. يلا في احكي معه. هاي إلي كيفك؟ منيح؟ هاي إلي. إلي شو بيستحي؟ دايما بيستحي كمان. إلي هاي نحن كتير منحبك. ما بدي مش مشكلة، نحن كتير انبسطنا باتصالكم وضلكم عم تابعونا لآخر حلقة بركي أنتوا تكونوا الرابحين. ومعنا كمان اتصال تاني على الواتساب. يلا يا جويس قولي الو. الو مين معنا؟ بونجور مين معنا؟ الو كريستينا. هاي كريستينا كيفك؟ كريستينا من وين عم تحكينا؟ الو منيحه. انا كمان منيحه. من وين عم تحكينا يا كريستينا؟ يا جويش كريستينا عم تحكينا من لبنان. اوكي من عين سعادة كمان. فصار عنا متصلتين من اسمه كريستينا، واحده من مصر واحده من لبنان. قد ايه عمرك يا كريستينا؟ الو الو. طب كريستينا الاتصال مش واضح، بتحب تكون عم تجاوب على سؤال الحلقه لليوم؟ اي احتمال هو الاحتمال الصحيح؟ الثاني. الاحتمال الثاني هو جوابك. ثانك يو يا كريستينا، بنشوف باخر حلقه. كثير انبسطنا سمعنا صوتك. باي. يس سجلنا جوابك. جوسكي انا بدي اخبركم شيء بالكتاب المقدس، بخبرنا عن قصة يسوع كيف اجى على الأرض وولد وبعد تقريبا 33 سنة مات على الصليب، صح ولا لا؟ تخيل هو بكل وقت خدمته كان عم ببشر العالم، كان عم يشفي كتير ناس، كان عم بيوعدهم، عم بيقولهم انه انا الخلاص تبعكم، عم ببشرهم بالخير، عم بيشفي كتير 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 ناس مرضى. اذا بدكم مثل اجى وغير كل المفهوم اللي كان عنده اياه الشعب بهذا الوقت. طب بس فجأة هيك بيومين كان يسوع معهم، بعد يومين يسوع كان بالقبر. تخيلوا قد ايه التلاميذ كانوا محبطين بهيدا الوقت، صح ولا لا؟ قد ايه التلاميذ كانوا حسوا انه خسروا كل 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 امل عندهم اياه، لانه يسوع هذا الاله اللي اجى جسد من السماء فجأة كان بالقبر. فقد ايه كان صعب على تلاميذه هول الثلاث ايام من وقت موته لحتى قيامته، قد ايه كان صعب عليهم انه ينطروا وفعلا انه يوثقوا بمواعيد الرب، صح ولا لا؟ هو وعدهم انه رح يرجع يقوم، هو فعلا قام، كان لازم ينطروا. اذا انتم كنتوا
مثلا وحده من التلاميذ وشو كنتوا حسيتوا بهذا الوقت؟ كانت رح ازعل كثير لانه بالنهايه هو كان دائما بيكون معي، يعني التلاميذ كانوا دائما يكونوا معه ودائما وين ما بده يروح يسوع يتبعوه. صح. شو ياك يانا اكيد كنت انت كمان ازعلتي صح؟ اكيد، وبس لازم نوثق لانه يسوع قال انه انا رح ارجع اقوم، ولازم نوثق وننطر لانه لا يصير الوعد. صح 100%. شو رايك تاخذ هالاتصال ياك يانا معنا اياه؟ هاي مين معنا؟ صديقتكم سالي من فلسطين. هاي سالي كيفك؟ اشتقنا لك كثير. وانا كمان. في شي مرة انت طلبت شي من الله؟ انا دائما بطلب من الله انه يصير فرصة اجي عندكم على لبنان. حياتي. نحن يا سالي اكيد بنستقبلك معنا بالبرنامج وبنكون ناطرينك، ودغري اول ما تجي ارسلينا عبر هذا الرقم واكيد اكيد بنستقبلك بالبرنامج تبعنا. نحن كثير بنحبك وانت ان شاء الله وانت كمان صديقتنا. كثير حلوه صورتك على الواتساب. كمان شايفين صورتها؟ واو. انا وماريان وكيانا وجوي. نحن كمان كثير بنحبك يا سالي. عشان بحبكم صورتكم على الواتساب. انت صديقة الحلقة تبعنا وكل حلقتنا والبرنامج. ايه بس بدي احكي شيء كمان ممكن؟ ايه اكيد كمان عندك سالي بدها تحكي معك. هاي سالي. هاي كمان كيفك؟ انا منيح، انت كيفك؟ منيح. بدي احكي لك انه انا خضرت اولاد مدرسة الاحد اربع صديق عن عيد الفصح. واو، وكيف كان؟ حبوا الحلقات؟ انبسطوا كثير. مرسي كثير يا سالي، هذا شيء كثير حلو. بس وين راح يبلش الجزء الثاني؟ يلا قريبا جدا جدا. قريبا جدا جدا يا سالي راح يكون برنامج اروع صديق عم يبدا بالجزء الثاني، واكيد انطري لانه رح يكون كثير كثير حلو، وحابين نسمع منك اذا رح يعجبك او لا. اكيد انا مأكد انه رح تحبي. سالي، شو قولك الجواب الصحيح لحزورتنا اليوم؟ الجواب الثاني. اوكي، سجل عندنا الجواب. ممكن اغني اغنيه ترنيمه؟ اكيد اكيد يا سالي اكيد. بلشت؟ ايه نحن عم نسمعك. محبة سلام بالمسيح، فرح محبة سلام بالحب المسيح، هيا تعال يا المسيح، هيا تعال يا المسيح، هيا تعال يا المسيح، تعالوا إلهي. كثير حلوة هالتنين. وهيها أنا مريانة لإلكم كمان. تهديها لماريان، وماريان بتسلم عليك كمان. شكرا يا سالي على اتصالك، احنا فرحنا انه كنا عم نحكي معك. ومعنا اتصال على الهوا من الكويت. يلا يا كيانا معك. هاي مين معنا؟ هاي انا بوبلي. هاي بوب كيفك؟ هاي انا بوبلي. سوري بوبلي كيفك؟ منيح؟ بوبلي. هاي كيفك بوبلي؟ نطلب منك انه تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون ليكون الاتصال واضح. كويس. شو رأيك شو هو الجواب الصحيح لحضرتنا لليوم؟ شو قولك؟ الجواب الثاني. جواب الثاني. طب بدي اسالك، انت في شي مره طلبت شي من الله وهل استجاب لك؟ في شي مره طلبت شي من الله؟ ايوه. ولبين ما يتحقق يلي طلبته منه انت بتنطر ولا دغري بتنزعج وبتبلش تنق؟ لا بنطر. بنطر، يعني انت شخص كتير صبور.
يعني برافو عليك يا صديقة. مش مثل كيانا وقتها كان بدل فيرنيه بسرعة قطشتني عن درسي لأنه بدل فيرنيه. بس جوسي احنا اتفقنا نسمعها صح؟ أكيد. برافو. نحن كثير انبسطنا باتصالك من الكويت، هذا أول صديق بتصل فينا من الكويت، ونحن ناطرين كل أسبوع اتصالك، أوكي؟ أوكي. خلص بروميس وعد؟ وعد. أوكي. ثانك يو على اتصالك، باي. ومعنا اتصال تاني على واتساب، يلا يا جويس. ألو، مين معنا؟ مين معنا؟ ألو ألو. هاي، مين عم بيحكي؟ أنا جويس. هاي جويس، كيفك؟ جويس عم تحكي مع جويس. قد عمرك؟ 7 سنين. اوكي. جويس، شو مواهبك؟ شو اكثر شيء بتحبي تعملي؟ بتحبي ترسمي، تغني، ترقصي، ما بعرف. جويس خيال صغير بده يحكي، كمان يحكي معنا، بتخانقوا على التليفون. شو يا جويس بتحبي تشاركي معنا موهبة عندك إياها أو هواية بتحب تمارسيها؟ بحب أغني. بتحب تغني مثلي مثل جويس. عندك شي تاني ما بتحب ترنميها؟ ولا مش حاضرة؟ إذا مش حاضرة مش مشكلة، الأسبوع الجاي. ياسا زي السكر، يلا نحن عم نسمعك. ياسا زي السكر، لقى أكتر وأكتر، حب قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد. ياسا مالك قلبي، لقى قلبي وحبي، حبي داني ربي، يسوع المسيح. هاي كتير حلو صوتك يا جويس. شو رايك هو الجواب الصحيح؟ شو رايك هو الجواب الصحيح لحلقتنا؟ الاجابه الثانيه. الاحتمال الثاني. اوكي، ثانك يو على جوابك، نحن فرحنا انه سمعنا صوتك. باي باي باي. تو يا جويس كيانا واصحابنا كلنا نروح نحضر سوا ريبورت بتعرف قصه وحزوره. اليوم بهيدا التقرير رح نحكي عن بتأسف إننا اضطرتكن، بس هيدا كان اختبار صغير لأنه موضوعنا هو عن الصبر. الصبر أمر كتير مهم بالحياة، ومرات كتير رح نكون بموقف معين بيتطلب منا الانتظار والهدوء. يمكن أوقات منفشل بالانتظار، ويمكن نغضب أو نتصرف بطريقة خاطئة لأنه الموضوع فعلاً مش سهل، ولكن هو أمر مهم جداً نشتغل عليه بحياتنا ونتدرب عليه. رح نذكر 3 نقاط مهمين جداً. أولاً، مكتوب بالكتاب المقدس الإنسان العاقل طويل البال، أي من الحكمة أنه نفكر ويكون عنا طولة بال. ثانياً، الله هو الوحيد يلي بقوته قادر يجعلنا صبورين، فإذاً خلينا دايماً نصلي ونطلب منه أنه يعطينا هيدي القدرة. ثالثاً، لازم دايماً ننظر إلى يسوع، فهو أعظم مثال على الصبر والمسامحة من أجل خلاص شعبه، وأكيد لازم نسعى دايماً أنه نكون على شبهه. قصة وحزورة. مع
اصحابي معنا اتصال يا كيانا. طيب هذا اخر اتصال معنا بالحلقه قبل ما نشوف شو هي قصتنا لليوم. الو مين معنا؟ الو مين معنا؟ انا توني. هاي توني كيفك؟ شو قولك؟ نحن منيح. شو قولك الجواب الصحيح لحزورتنا لليوم؟ التاني. اوكي منشوف اذا انت ربحت باخر الحلقه. ثانك يو يا توني كثير على اتصالك. سوري مش قادرين نحكي معك اكثر بس الوقت عم بيصير كثير ضيق. نحن سجلنا لك اسمك. وهلا يا اصحابنا خلينا نطلع ونشوف شو هي القصه المضبوطه تبع حلقتنا لليوم. قصة وحزورة. من قديم الزمن كان في رجل اسمه إبراهيم. إبراهيم كان رجل كتير صالح يعني منيح وبيحب الله. كان عنده كتير خواريف وبقر يهتم فيهم. وكان عايش هو ومرته سارة بأرض اسمها كنعان. ولكن ما كان عنده أولاد مع أنه كان كتير يحب الأولاد. مرة الله حكي مع إبراهيم وقال له يا إبراهيم بدي منك تدب كل أغراضك وتترك بيتك أنت ومرتك. بدي إياك تروح برحلة طويلة حتى توصل على الأرض الجديدة يلي بدي أعطيك إياها. أنا بوعدك أنه بدي باركك ورح كون معك وخلي عائلتك تصير كتير كبيرة. من خلالك بدي بارك كتير ناس على الأرض. واو شو حلو هالوعد بس بخوف بنفس الوقت لأن كان إبراهيم يلي عمره 75 سنة لازم يترك كل شي عنده إياه ويروح على مكان ما بيعرفه. كان لازم يوثق بالله ويمشي. لأن إبراهيم طاع الله رجع الله ظهر له. وبتعرفوا شو قال له هالمرة؟ قال له يا إبراهيم بدي أعطيك ولد. هالولد رح يصير عنده ولاد كتير قد عدد النجوم. مع أنه إبراهيم كان كتير كبير بالسن هو وثق بالله. بس قولكن دغري تحقق الوعد وإجا الولد؟ أبداً. بعد 25 سنة بس صار إبراهيم عمره 100 سنة الله حقق الوعد وأعطى إبراهيم ولد اسمه إسحاق. كان إبراهيم يمكن في يفقد الأمل أو يزعل من الله لأن تأخر تحقق الوعد. أو يمكن كان في فكر إنه الله ما رح يعطي ولد. ولكن هو آمن إنه الله بس يوعد بيوفى ونطر الله. صبر وعرف إنه الله بيعرف الوقت المناسب. بدي أنا كمان كون مثل إبراهيم وأوثق بالله وبوعوده وأتعلم أنطر وأصبر وكمل صلي للأمور يلي عم بطلبها منه.
وهو بالوقت المناسب رح يستجيب. قصة وحزورة. هلا إجا الوقت نشوف شو هي القصة المضبوطة تبع حلقتنا لليوم. ينتظر وعود الله هي القصة المضبوطة تبع حلقتنا لليوم يا أصحابنا. وهلا شو قولكم مين اللي ربح معنا؟ يلا خلينا نشوف سوا. كريستينا من لبنان، مبروك كريستينا. مبروك كريستينا، انت ربحتي معنا هالمره. نحن كثير فرحنا يا اصحابنا انه كريستينا ربحت، وكان عندنا حلقه كثير حلوه، وكان فيك تختمينا الحلقه بصاله صغيره. اكيد جوي. يلا يا رب يسوع، شكرا انه انت دائما معنا وبتعلمنا يا رب الصبر، وساعدنا يا رب دائما نكون عم نصبر بس يكون في وعد يا رب، باسم يسوع امين امين. هلا تعالوا نختم الحلقه بترنيمه مع جويس. الشجرة حتى تكبر بدها عم تتسنين، والنهرة بتعلمنا كيف دايما لازم نصبر، هيك ننضج ونعرف انت شو عاملين. ايو 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 مش كل شي عالسريع. الشجرة حتى تكبر بدها عدة سنين، والنقطة بتعلمنا هيك ننضج ونعرف انت شي ناطرين. ايو 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 مش كل شي عصري. ايو 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 مش كل شي عصري. Thank you.